بوليس أرنت سود حجري لبدي عياله ولا يقاضي أسجن حبس يالو دادي قيس كايدين محبر بري وحيتاي حارة الغضب وحبر بري وحيتاي حناق. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دم ولا لا خير تصعب تنجال هاي جنرال كيان وانو كحرم ولا لين سود وهذا سودو كلو حن سود ويني ولا لا يقول الصوب وحن لا يسود وهذا دعم فروك سود وهذا ولا لا يقول صعد فيسبوك بيج كي تيك توك نو سود وينينا أخيار أصحابي مانتو حان ربا إن شاء الله إنان كهدلو لابا أرين أو أي تهي إن هذا مرنا بصمينين مركات حان أقدت كو وحي تهي إن آذن قوان قارن مد اللبان نوحي تهي إن آذن فعل سمينين أردو حان أغنى حناق سيدي سبواشي دبيعي بني آدم كإلهيكو أبوري قف والبني وصوم مرايو مر مال ليك الويب مر بضن باو حاد عيس إنا لكل انتد وحان أنكون ونهي ودوني إنا لكل انت وحيا بضن وكو عرق ليو وما عرق تادرين كاقي بدلو وحالد تكجرت ماي حالد كلكو أبورو او اديغ دن ان اسكلا غران ويسد ماشي اد جوجتدي ميلك الحناق سدي سبا وا حالت شيدان حقي اسك تيميدو قفكو وحا عمركا سمينيو ددك قار با دحدا اني سن بكنترول كرين ددك قار نو اس كنترول كران ددك قار ني وخي بو كسكتان حالت جنون وكل واليو كلا وحا اي سمينيان وكلينتود ما با هم بو كنترول كرو وا ددك قار علماء دهان هدي حناقاغو هير كاست غارسيسن ياي معنيه هدي اد حاسكاغ فورتيدو كلي فورين كاسيتي وخبا لا سو قادمي وا ددك حالكود او ماركتا ماركاي حناقان او سيد واليدو كلا او نوقنيو قفكو سن اسكرنينين بو انو ماركتا waxa uu sameeyay uu kala garaneen marka xanaa qortu asaaso waa wax maaragtade ilaa horta laga magan galo markuu imaadane nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hada koor waxa la wariyaa in nin xanaaqsan oo afkiisa u burka bixinayo waxaan ku leeyahay waxa afkiisa ka degan yahay la yaaban yahay oo afka ka cunbaynay sida ratigi inuu arkay markaas uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam waxaan garanayaa hal kelmad oo ninkaas hadii uu dhaho وقبوبي وحين هيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا حناق مركا حناق ديد وحلو بانيا وحيتاي إن آذن لبقرن سميني إن آذن قوان مركز جارين إن آذن فعلنا سميني محايل اللبضة صديقات حالة القضب أم حالة حناق آسميسي وحاين نقن دونان لبقرن ونولو شاذ إن تكرني من أدكش الليسي ووليغانا آنا مسكحادا دا كبحين سانادو إي سانادو إي سانادو هاتيو كماران حتا محايالي مركا آدكو آن كان غاري سيدني ميس اوغيت حقيقة دا بحيطا إموشنال كاق آما درين كاق مركاس كعسان آياكو غارتي ميدا كالو يتفعل هادي آد سميسيدنا كاواسيد داران بغو آن كو حاولغي يابا إناد بروح كبدش لكن فعل كا هادي آد سميسيد وهالاقي ودن بيسو هادي آد فعل سميسيد دي وحاويان فعل تقي لغم دبتك رسومهان وابلغ يابا هادل أمقو آن آد مركا قارتين كدبتك لكن مر هادي آد فعل سميسيد وحكو دقاق ديد حالد أدو حناقسن وحاسي كتب تقملهان واسدكو دافين مركا لابا أرهنبان إن كواني وحيتا أدو حناقسن ها سمينين فعل قوان مركاس ها قادن محايا اللبادة سايدين شاقي شالايتي وحقو أبور دونان هدو إناد معركتا كوال وشيد وإنت عمرقا كلمان إيقران نولا دا مروود يقو قريبان مركا محاكو القدبون هابتياد حان أغذيب أري مفر بادن أقوفرون خورتميدوا مدكو وادو سنة محمد صلى الله عليه وسلم نو شاقي إن آت شايدان كان إسكن نارتيد كعديد سوي سيستيد هادي اي كوفدو ده لبركة عادو كتيد هادي مركاسي تي اما حالت كلاكو جرتي ده اما عركتا سلاة دو اسن كو بنانين وكالنتوت يعني وحاجر موكتا مر اسن سلاة دو دي هادا كبلو وكالنتوت حلو وحاجرتين سلاة دو تكني سمهان مركي دورة دو جران وكالي هادي اساسو كالتاين سوي سيسو حقيقة دو حيطة هادي اتسميسي سيد عاس أرين إن حناقاس وكاد ديو مدك لو في عنا سميسي دو إن آد هو قادتت قف بو صورت واسي لكن سيدا بدو حافي عن قف إنو إيريا داس مركاسي تيوكو حناقي أما معركة حال داس وكلا كل إنو كبحو أو أما قل كغا قل غلو وكل جيجار نقضو أما بنانك وآذو وما عركتان كهو بدشتو وكو جوي بدشتو ماشي وما عركتان كلا كل مين مرحلة داس
arintan ina idin kala hadlo oo maanta ma aragta aan dhaho ee labadaas shay ha sameeynin saddexdaas shay na sameey waxa keenay waxay tahay mid qaanan qisa ayaan la kulmay aan aqriyay qisadaas ay waxan baartay ina ma aragta taladan insha Allah idin la wadaago ee qisadana hadii aan idin sheego waxay tahay ee waxay ahaayeen qoys Ethiopian ah waa gabar iyo ma aragta iyo odageedi waxay deganaayeen ingiriiska asaga ayaa waxa uu ka keenay waxay tahay Ethiopia gabadha asaga ka keenay dacwo ku keenay ingiriisku keenay sidaas ay ku yimaadeen ee ingiriiska markay imaadeen ee ka horne Ethiopia way isla noolaayeen laakiin leey wax u wada masiin laakiin markay gabadha ingiriiska timid ayay waxa ininka u dhashay laba gabdhood gabar yar oo marka sanad iyo waxooga jirto iyo gabar kale oo marka adigu bilooyin jirto marka dhalatay marka reerkaas muddo 3 sano ku dhawaad ay ingiriiska deganaayeen xaaladoodu weligeed ma ahayn mid stability oo degan oo ma aragta xasilooni ma jirin mar walba waxay ahaayeen reer isku buuqo istagaalo isfahmi waayo mukhaalafa ee muwaafaqadii Ilaahay ka saaray dhexdooda ma fahantay dadka qaar moogta Ilaahay amarkiis ayagoo si kale xumaan kale aysan ka dhixin aysan ka dhixin waxa loo muwaafaqo maba iswaafaqi karaan dabeecadahooda isdiidan Ilaahay baa sida ugu talagalay marka dad noocaas ahaayeen qoys noocaas ahaayeen dabeecadahooda kala buudsanaa waxa weeyaan qof markuu si wax u arko qof kalena qasab cagsigu u arkay sida qisadan ku akhriyayaan marka qoyska saas ahaa sidaas ugu dhibanaayeen ingiriiska ku yimaadeen Afrika sidaas ku ahayn ingiriiskana dhex bismi bedelini jawigu wuu sii cakirmay halka marka waxaa taalo uu sii ka sii darantaas waxay tahay Afrika waxyaabihii jira waxaa ka mid ah dadku haddii ay isqabtaan oo kale inay qoysas ku soo dhexgalaan oo kale haddii qoysaska sukuunadee inaan laga walwalin ubadka haddii ay labada ruux isku xumaadaan oo kale laakiin qurbaha waxaa jirta waxay tahay haddii aysan qoysku ahayn qoys isfahansan ama uusan deegaankan midba midka kale uusan u sabreynin inay ilmuhu dhexda ka baxaan marka waxa dhacda waxay tahay maalmaan maxkamadda gabadha marka ninkan wuxuu ka ilaalin jiray xataa wax kale iska dayna dad u yimaadaan uu kala dagaalami jiray uu ka ilaalin jiray waxa uu ku gumaysan jiray waxay tahay in dee maxay heetoole ayada weena wadanka wax walba uu kan kansali karo sharciyadu ka kansali karo wax walba uu ku sameyn karo uu ka awood badan yahay macnihii haddii ay hadashaan ay noqonaysay inay Afrika u laabato ayadana taas marna badee maysa rajaynaynin marka waxaa dhacday waxay tahay in gabadhi maalima marka waxaa jirto hal gabar oo Soomaali ah oo qisada warinayso gabadhaas ayay gabadhu saaxiib la ahayd oo micnihii marka uu ninkeeda shaqada ku maqan yahay bay u tegi jirta marmar ay la soo sheekaysan jirta kusoo nafis jirta ayadana wuu imaan jirtay laakiin mar walba waxay iska ilaalin jirtay inuusan ninkeeda gabadhaas ku ogaan maxay la ku ogaado waxaaway xaalad kale ka dhalanayso marka maalin gabadha marka way u sheegtay dhibkeeda u sheegatay ugu nafis jirtay gabadha weli tirin jirtay maanta gabadha waxay ku dhahday walaalay dhibaatadan kuma noolaan kartide waxaa jirtay in sabareed la kala qorto oo dadka ay maaragta ay kala noolaasho qortaan ilmahaagana hadal lagu siinayo yar yar yihiin waan lagu biilayaa wadan nabad iyo nabad iyo nololba ay ka jirtaa joogtay cadaabkan adiga maxaa ugu dulqaadanaysaa ninkan waxaas uu ku sheegay oo dhan waxba kama jiro ee muddadii maaragta uu ninkan ku kontrool lahaa wadanka inuu ku celiyo xaq u lahaa waxaas oo dhan waa laga soo gudbay marka waxay dhihi jirtaa anigu waxaan kugu waanayaa walaalay inaad ninkan haddii aad cadaabka intaa la kala kulantid oo aad u dulqaadi karinad sidaa tagtid meel kale adiga ubadkaaga nabad idii aad ku noolaatid gabadh mar walba ka biidiidi jirtaa ayadoo cabsi xagga dee waa qof maaragtaa aad loo abuuso micnihii maskal xataa laga gumaystay marka mar walba ka cabsin jirta maalin dambe waxaa dhacday waxay tahay waa wax ilaa qadar meesha ka watay way ku dhiiratay arrinta ayay maaragtaa ninka kala hadashay xataa sameynti ma ahayaa way kala hadashay xanaaqi ninkii uu xanaaqi waxyaabo kale isku dhufsaday waxyaabo kale u sawirmay waa marka aan idin leeyahay xanaaqiyan go-aan lagu gaarin aan ficil aan lagu sameynin qisadaas waxay waxaan baartay sheekadan inaan maaragtay taladeeda la wadaago taa idin yari marka waxa dhacday waxay tahay ninkii gabadhi waa dilay dilid miyaa gacan dilid ma dilid jugi waxaasa kawu kasii kawu nafta ilaahay siiyey ee dunidan maaragtay ay ku joogtay ugu dhaqdhaqaaqaysay sabab u noqday inay ka baxdo wuu dilay gabadhu way dhimatay booliis arrinta soo dhexgalay labadii ciyaal waa laga qaaday asagana xabsiga loo dhaadhicay qoyska idin maxaa burburiyey waxay tahay xaaladul qadab waxaa burburiyey waxay tahay xanaaq waxa ilmaha si gaala gacan gudi waxay tahay hadda ugu qoysku maahan qoys gaala ah marka idin leeyahay Ethiopian day Ethiopian kuma Senegal buu leeyahay waa qoys muslimiin weeyaan maxay tahay ilmaha muslimka ayna gaalo gacan galaan diin gaal ku barbaaraan maxaa sababay xanaaq ninkaas islaamid inuu qoyskiisa burburo maxaa sababay gabadhaas inuu dilo oo aakhira dhiiggaasi uu meel u yaalo
قرط أسرنا هذا دنيا وعدا بحبس كون ولا عدم حاسب بحناق مرك حناق وحالد وناقسن ماهن ولقى هداد حناق ضد استجي ولقى هداد حناق ضد قوان هجارن هداد حناق ضد فعل هالصمينين أنا المسلمين بانها الحمد لله وحياة بضنا تقارا ذا أنك قدوان هاجرتو مرك حالد حناقا سيدي كالية تسكود جنكرت يسكود ويسي سوء شيدان كيسك النار صلاة كو هذا أركدون تد إسبدل ربعينة تشيد مركز وحاواي كدب مركز دكتيد وحي مركز قوان كله قدبون هذا أن حناق سنين ودرين كابو سكع سنين قار إن شاء الله وحارجينا فرين تاننا فهنتين قصة ذا سنة معناها يوجيدد إي ماركتا فرين تي قدبيني سايدان إن أتكرر لحب حدين هذا الكيق نسان من رب ذنكو العليو وحارجيني إن أتكرر لحب حدون تان وحيس السن وحيس حنة إن أتسكتك دون تان أن أفهمي دون تان إن شاء الله إن وحي حنة إن نفتي دي شايدان كأهادين وحسنني الله الرحمن كحقسي كأهادين إساقن ويقدوي إن شاء الله وحي أنقل ديني أما وحي عربكو إذا ما ركتا سيغير ويعيان إلهي وحان كوي دي سنة حيث يدن بداف إذن كان وايدن كعذر دارني إن شاء الله إنت أن فيديو كان فيديو وحي وكل مينان أخيار إذن كو آد وما زندا وشدي نقروح لبضان لي وحان إذن كتقيا وحيث سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.